كانت طبيعة الشوارع الترابية تساعد على تخطيط ميادين لكثير من الألعاب الشعبية. حظيت لعبة الخطة أو البربر كما يطلق عليها في الحجاز بانتشار كبير، وكثيراً ما قضى الأطفال ساعات خارج البيوت من أجل حسم اللعبة لصالحهم والتباهي أمام الرفاق بالمهارة والإتقان. اختصت بعض الألعاب بأوقات معينة، ولم تكن ممارستها تصلح إلا في الليل مثلاً أو في الليالي المقمرة من أجل تطبيق قوانينها بصورة صحيحة. كان الشبان كثيراً من أنحاء السعودية يمارسون لعبة عظيم ساري، وهي لعبة يقول المؤرخون أنها تعود إلى عهد ما قبل الإسلام، حيث كان شبان قريش يجتمعون للعبها في الليالي المقمرة. تحول الليل إلى نهار بفعل مصابيح الإنارة التي تملأ الشوارع، وتحولت هذه اللعبة الليلية إلى إرشيف الذكريات الجميلة. من الألعاب الشعبية الشهيرة كانت لعبة شد الحبل. مثلت هذه اللعبة فرصة لإبراز القوة أمام المنافسين، وهي تجري عادة بين فريقين من الشبان، ويفوز فيها من يستطيع سحب الفريق المنافس إلى ملعبه. وكثيراً ما تتحول المنافسة إلى ثنائية بين أهم شخصين في الفريقين، تمهيداً لمعرفة اللاعب الأقوى في المنافسة. يعود تاريخ لعبة شد الحبل إلى ما قبل الميلاد، حيث مارسها اليونانيون كواحدة من أهم المنافسات الرياضية في بلادهم. لم تكن الألعاب الشعبية تخلو من التصنيف، إذ أن بعضها كان حكراً على الفتيات لاعتبارات من أهمها مراعاة قوانين اللعبة لتكوين الفتاة البدني وخلو المنافسة من استخدام القوة. من ضمن الألعاب المفضلة للفتيات كانت لعبة فتح يا وردة ولعبة الحبل التي تعتمد على تمرير الحبل من فوق الرأس ثم من تحت القدمين. عرفت الجزيرة العربية ألعاباً شعبية مختلفة، غير أن بعضها كانت تصحبه الأهازيج. كان هذا النوع يختص بالأعياد ومناسبات الزفاف، إذ يمارس الأطفال لعبة طاقطاقية بالثياب الجديدة عادة وسط المناسبات التي تشهد اجتماع الأقارب والجيران. تبعث ممارسة هذه اللعبة الفرح والبهجة في نفوس ممارسيها ومشاهديها من خلال ترديد الأهازيج وتفاعل المحيطين معها. من الألعاب الشعبية لعبة طاقطاقية. هذه لعبة جماعية، يتفقون على الشباب من يختارون واحد يبدأ فيها، وعادة يقولون أول، الثاني يقول بو، الثالث يقول عقيبك، بو يعني أنا الأول والثاني عقيبك هو اللي بعده. فيكونون لابسين طواقي، واذكر من ضمن الطواقي هذه الطواقي القديمة، فيأخذ الطاقية ويمسكون يسوون دائرة فيدور عليهم بهازيج يردون عليه، يقول طاق طاق طاقية، هم عاد يردون رن رن يا جرس، يقول عمي راكب الفرس. ففيها هزيج جميلة، يحط الطاقية ورا واحد بدون ما يدرون ويقوم ويجلس معهم، إذا حس هذاك شيء أو أحد غمز له ترى الطاقية وراك يلقطها بسرعة ويحاول يمسك ذاك قبل يجلس مكان اللي قام، يطمر ويلحقه يدور الجاي، إذا كان جيد اللي حط الطاقية يعود مكان هذا قبل يمسكه، فثم عاد إذا ما مسكه يعود ذاك الثاني يلف نفس اللفة طاق طاق طاقية رن رن يا جرس. حظيت كل لعبة باهتمام خاص في منطقة معينة، بينما نالت بعض الألعاب شعبية في السعودية عموما. تسبب ظهور ألعاب جديدة في تراجع الألعاب الشعبية واختفاء كثير منها، وساهم انتشار كرة القدم واهتمام الإعلام بها في اتساع دائرة ممارسيها من الأطفال والشبان في الشوارع والساحات. في لعبة حلوة جميلة من الألعاب الشعبية برضو، لعبة جاكم سليس الهدو هدوه، هذه لعبة برضو جماعية، يمسكون واحد ويكون معها غطرة معقودة وفي مجموعة قدامه،
وهو اللي ماسكه هذا يقول ترى بينطلز يعني بهازيج جميله جاكم سلسل، هذول يطمرون في وجهه يعني تحدونه هدو هدو بس بهزوجه حلوه يعني ترى انت حداه ما عنده مشكله اطلقه، يقول ترى جاكم ثم يطمرون في وجهه هدو هدو سبح فلجاكم هدو هدو ترى جاكم، هم يطلقهم ويلحقهم اللي يمسكه ويدبغه بالغتره يجيبه ويصير محله، وتتكرر نفس اللعبه بهذه الجميله وروح طيبه. تلقت الالعاب الشعبيه ضربه قاصمه مع ظهور العاب الفيديو التفاعليه واتجاه الصغار والكبار نحو جعلها الوسيله الاولى لقضاء حصه اللعب والبحث عن المنافسين. هوايات وألعاب طوى الزمان صفحاتها وانتقلت من واقع الناس إلى دفاتر المؤرخين ورفوف المتاحف، غابت بحلوها إلى الأبد وبقيت ذكراها شاهدة على فترة مهمة من حياة السعوديين بعد النفط.